الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسام ما التنسيات وما تقبلت دي بله لكم إن شاء الله. ربي دي بخير ودي بسلام ودي بعافية ودي بأمن ودي بستر لا تنحكم دي بله لكم. اليوم أو دي بل حلقة الله لأن تهجد واحدة لنا كمان الله سبحانه وتعالى وخلقنا لقال حلفة مسلوق نسروا قدم الحلقة على الله سبحانه وتعالى صدفة يخلقنا لأن سروا من البلوكة للدنيا صدفة يمكن مؤد ومن الطبيعة مطد والطبيعة كنت وإنسان كنت لكن صدفة مطاني الله سبحانه وتعالى لالي وامع الودا وبنظام الليل والنهار الشمس والقمر الأبيض والأسود الإنس والجان الحر والبرد والذل والحرور إلا أشياء إلا كلها هلا إلا أشياء كلها بتناسق متكامل بقرمات بنظام بتنظيم بترتيب من الله سبحانه وتعالى تقيس صدفة من ثاني يومتي أو يوم شو كل أنت القدام لو وديو ندام قيس قانون ودو لوائح ودو دستور ودو برنامج ودو عرفنا أهل نعد ودو نظام قلهم لخصص ودو الله سبحانه وتعالى لخلقنا نظام يودينا للكون للبشر للخلقة ود الله سبحانه وتعالى ونظامنا ودستورنا القرآن والكتاب رب صلى الله عليه وسلم وهادينا وإمامنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتاب أبلا نسي والله سنتنا النبي صلى الله عليه وسلم أبلا نسي وأبلا مرحنا وأبلا وجهنا وأبلا لتقدمنا أسألك أنك بابنا وقل نسمع منه بنا وبارك الله فيك قني وقل قني بنا لأنه أنت رب العالمين وده الله وأنت النبي صلى الله عليه وسلم وده الله وتولى ودي على لو دول بلا الله إذن رب لا بيلا والنبي لا بيلا لا ودي ولا لبل بتناسق وبترتيب وبنظامنا رب العالمين قيس الله قدام بنظام بشر ما قيس بنظام رب العالمين يكوني والأمر هي يعني من قبل ومن بعد ولا خالق ولا بشر ولا ترتيب ولا تنظيم إلا سماوات لبديعة لقرب لتره ليكم ولا تناسقنا يكون لتره ليكم إلا أشياء كلها دلائل تنس آمر وناهي ومتصرف ورازق دي بالكون كله أم رب العالمين ألبو ولا خلقية ألبو والدليل قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر توتل خلق والأمر كله بقرب العالمين وحقوها الله سبحانه وتعالى أدى بنتها عنا رب العالمين خلقنا يبنق لحلقتها قينا ولا قال أي رزقنا ولا سال سيد كمان قمشي تركنا أدى رب العالمين رزقنا الله سبحانه وتعالى قمشي أدمى منيناني دخل غيرنا كمان لأن الله سبحانه وتعالى لبل يعني أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون لا خزائنا يا رب العالمين منتل ملكا منتل رزقنا منتل الهيب منتل المسيطر منتل الهيب منتل الهيمن منت ولاد للهيب منت تبعات للهيب ومنت انس للهيب ومنت مال للهيب ومنت عافية للهيب ومنت خير للهيب ومنت علم للهيب ومنت عقل للهيب ومنت ولاد لكلي ومنت ولاد لمانع ومنت للحياة ومنت للأميت ومنت للرازق ومنت لوافق الله سبحانه وتعالى أورتوت لا شريك لدليل عقلي دي بوتها جينا ولدليل لسامعي دي بوتها جينا لا يعني كفاكم مثل الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمرنا با طريقة الله سبحانه وتعالى بيننا خلقنا ولدليل برن أمره دليل بنا دليل سمعي دليل بسمع ودليل بنا ودليل دليل بعقل الدليل اللي وشرحنا وقرمتها جينا دي بدي بآيات لحلفية هذا الله سبحانه وتعالى برضو لنا هلا يعني لدليل لا شرعي لدليل لا سمعي بولا
هلا شرحنا بلن آيات كلن و دليل العقلي كمان كم سر لو ودحناه دي بالله وقت اللي آيات كرايا دي فرعون ودي أول ما قلنا آيات لن كرايا لسمع يا صحابي لبي ليه جدي بوجن الأرضه أن الله سبحانه وتعالى اللي بل أم أعوذ بالله من الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون جبير بن مطعم اللي بيقولوا اسلم اسلومي على أو أسلم ولا آيات إلا أو سمعها بلا كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي إنسان مؤمن وإنسان إيمان لبو بعمل قل شقال بإيمان قل شقال لحد والإيمان دي بعمل قل لو علل لحد بل قال لي يعني قل آمن بو وبل الدليل عقلي ولا دليل لا سمعي بل دليل لسمع على سمعيه. طيب هذا الدليل هلا برضو من نص سنة من كتاب وسنة ناي عقل الله سبحانه وتعالى بيلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أنه رب العالمين خلقنا عامرنا ورب العالمين دار رزقنا الرزق كمان من رب العالمين دو. لذلك الله سبحانه وتعالى برضو دليل عقلي ودقنا ودليل سمعي ودقنا ودي بقرآن أقلنا آمره وبسمع وبعقل وبسمع لقرآن لآيات الأمتانات وبعقل كمان نتبين أبو ذلك الله سبحانه وتعالى اللي بلنها لا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله من تلا رزق من السماوات ودي بارد الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سألوا من قبي أو سألوا كمن قبي من تلا رزقكم من عسر من السماوات يبلا مدر أو منتو لا أسمع على ملك لذا نبلا نسمع لا أقو سرد عمو سرو سمع سرو وقول سمع وسرو دهور سمع إلا أسمع إلا أرزاق ولا أبصار بلا انتهت نبلا نرى بلا بصيرتنا كمان بعقلنا مميز إلا كله والحياي منا ميت ومنا ميت من حياي ولا تدبير كله منت بيركاو من قبي الله سبحانه وتعالى عاتر لك أي إنسان عاقل أي إنسان لكن مثل الله كله لا أشرك ويلعبد وربي يفري ورب لا تخالف ودي ولبر رب دي بلا كان لك إناتو ورب دي بلا كان لك دي بعبادة تطيعه مثلا دي بمعاملة تطيعه مثلا لكن دي بحكم يطيعه أو كمان دي بصنعة فلان يطيعه والله إحنا جل لك إن هنا عشان كده الأشياء اللي ندمنا لنا يا ربك لنا يا عقلنا ننسى لنا يا روحتنا ننسى وإذا رأينا نقدمنا يا عرفنا أين ننسى بيلك من قبل كتابنا يا رب العالمين تحمل من عليك يقدر قلت أبوك وحيلت على بي قلل اللي هقياته لكن هقيانا يا رب العالمين قرآن عظيم وسنتنا النبي صلى الله عليه وسلم إن دحدك منه يبعدنا تحايسك اللي ينفعنا هنا سنة فلان نفعنا بيلك من قبل إلا شوية قل إنسان ديبا لا يتحمد أكان توعله ومن نص النات كمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيلا صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان حقول تخلق للجنين حقول تخلق فأما من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر يبعث إليه جنين فيؤمر فيبعث إليه جنين فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد
إلا كمان لجنين حقول تخلق الله سبحانه وتعالى ما لك كلف وإلا ما لك اللي يقول لي جنين اللي تولد لهلا يقول لي مولود تكب بده أمه لهلا لتكتب أقلو لرزقه لتكتب والأجل اللي تكتب والعمل اللي تكتب وشقيته أم سعيدته كمان اللي تكتب. اللي كل ما لقرينا ان الله سبحانه وتعالى منا نطفه ومنا ما يأب ومنا ام لخالقينا وبرضه هتوت الاقدر قلنا هتوت الحزت قلنا لرزق لناينا ولاجلنا ولعملنا ولا سعاده ولا شقاوه كله للحد ده منتو الله سبحانه وتعالى. والدليل العقلي على ان الله رزقنا فلاننا لا نعيش الا على طعام وشراب. والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لا آيات إلا الله سبحانه وتعالى دي بسورة الواقعة فسر آيات قلنا وكل دي رزق وبدليلنا عقل وبدليلنا يسمع دليلنا يسمع بعمط آيات قلنا وبدليلنا عقل بعمط آيات قلنا ومن نفس النات عم طايقنا اللي توضيح ان الرزق يعني اللي بنت هاقل لنا عدل سلاسة عدلة بانها تسلف ربي خلقينا عمرنا ورب رزقينا عمرنا ومسل الله خلقات ومسل الله رزق كمان قمشي تركينا رسول الله كأقلنا ازاي الحمد لله فضل رب العالمين لأرزاق كفو مدي والله سبحانه وتعالى كفو وديو دي بلن آياتنا هي سورة الواقع دي وبيا لا يأمن أفرأيتم ما تحرثون يعني حرث حين الأم وديو بل الله سبحانه وتعالى أقول لك فنديت أمر تبدر بأقل ما يبقل ما يمد ما يتمد إذا لا مد ما يتمد مفقر الله سبحانه وتعالى سروا كمان بل حرس لك أي ولا نباتات ولا فاكهة لا 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 لا, لا تتزرع وطمور ما إلى ستي لكن الألوان لنا مختلف فقر لطعم لنا مختلف فقر اللي كنتم منتو لوديو دي حتى كانت درعة دي حتى كانت الدرع نباتات ليمون وبرتقال ومانجا وتفاح وشمام بل بطيخ بل خضار بل قلب اللي كل حتى كان ديبو الدرع وطمور ما الدرع دي حتى تربت لتحرس يعني ولكن لطعم لنا مختلف حتى يكونين فنتويتو من أحد هاي كلا مثلا سروا ما عليه ان انتم مفقر سروا تعوم ان انتم مفقر سروا المريض ان انتم مفقر ولا مللون رغم انه دي بحد دي بحد كان هيروستو دي حتى كان هيروستو دي حتى تربت هيروستو دي حتى كانت هيروستو دي حتى مدري هيروستو وام اورا ما ساتيتو مزر له كله الله سبحانه وتعالى يعني حتى لما لا ننسى من عستر لما تي دلام قود متي كتم زر حلو على عاد كوزت يوك عيلة عم فقر رماي كوارد خزن كمن من من لكن ممكن كوا فقر قلنا ولا دلام لا تمتي لهالليل إلا شيء سر عومتو لماي وسر ما هي ما لحت لماي سر جير بديبو سر كهوتو إلا أشياء إلا كلها دليل كامل بديبو إن رزق لناينا ولا نبرانا ولا خيرنا ولا ماينا ولا ستاينا ولا منبرونا كل من رب العالمين توت على خلقيا وتوت على أوجدا وتوت على طعمينا وتوت على ساقينا وتوت على لودينا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.